السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تريد قتل العاشق أو تعذيبه أو قهره حتى يخرج من بدنك بإذن الله عز وجل ويخرج منصرفا صغيرا كما أذاك واعتدى عليك أو كما أذاك واعتدى عليك عطل زواجك أو صرف الخطاب عنك أمرضك وسوس لك شيء واحد أنصحك به أن تجعل المسك الأسود عطرك طول حياتك، أن تجعل المسك الأسود عطرك، اجعله عطر لك فقط في بيتك، في مكان نومك، في ملابسك، اجعله عطرا لك في بيتك، لا تحيدي عنه ولو يوم أو نهار، ستجد الخير إن شاء الله عز وجل، واستعيني بالله عز وجل ثم بالعطرك الجديد القاهر العاشق وإن شاء الله يكون خير. إذا قرأت عليه سورة يوسف وسورة الصافات اقرأي عليه ثم اجعليه عطرا لك، ولا تنسى المشاركة ولا تنسى أخي المشاركة الفيديو مع إخوانك، ولا تكن قاطعا للخير ولا تكن موقفا له، بل اجعل الخير يصل إلى غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله.